وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على ناجي واقتفى أثره وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا قراءة الإمام وهو يقرأ آيات في الركعة الأولى من سورة قاف، وهذه الآيات تبين القيامتين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، تبين القيامتين الصغرى وهي الموت، والكبرى وهي القيام بين يدي الله تعالى من أجل القضاء والحساب، ومن أجل أن يسير الناس بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما ذكر الله تعالى ذلك في النصوص، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته. وقد سمعنا قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونحن أحوج ما نكون إلى التذكر بمثل هذه الآيات، لأننا صرنا وللأسف الشديد إلا من رحم الله تعالى صرنا منشغلون بالدنيا، فصار الواحد منا ليلا ونهارا يسعى من أجل المال ومن أجل الأكل والشرب إلى آخره، وبعض الناس من أجل المناصب، وبعضهم من أجل الجاه، وبعضهم كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حتى زرتم المقابر، أي صرتم من الأموات. حتى زرتم المقابر أي صرتم من الأموات. الزول جاري وتعبان، وكثير من الناس الآن إلا من رحم الله تعالى، لو قلت له أنت خاتي الموت الليلة تموت، أقول لك والله الموت ده ونحن مؤمنين وبنموت وعارفين بنموت، ودي ما أصلا ما فيها خلاف، لكن قصتي إنه الليلة وبكرة وبعد بكرة الموضوع ده ما جايب إلا خبر. الزول يا أوتر أو بيمرض وبيقع بعد ذاك بيموت، ولا كان جا حادث ولا كذا، ولا نكبر شوية في السن، لكن أنا شباب كذي فجأة كذي شغلة تجي، شغلة دي صعبة. ليه صعبة؟ لأنه ما مستعد، والاستعداد للموت ما بكثرة البكاء، مش إنك تبكي كثير بس، ولا إنك ما تمشي تشتغل في السوق، ولا تقعد في البيت بس تقرأ قرآن، لا ما كذي بس، وإنما هذا الكلام فيه تفصيل. الاستعداد للموت بأمور: الأمر الأول بعدم الغفلة، لأن الله تعالى قال في القرآن: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الموت ده مصيبة، لكن كمان من المصيبة إنه يلاقيك وإنت غافل، وإنت في فجأة، يعني فجأة تلقى الملائكة قدامك وجو يقبضوا روحك وخلاص سايقنك للآخرة وإلى آخره، إنسان بتهاجم. لكن إذا تذكر الموت وصار الموت لا يفارق ذهنه وتذكره، فإنه يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال له كما في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه مش أمسة الواطة، أي خدت إنك بتموت قبل ما تصبح الواطة، منو فينا القاعد يخدت الحاجات دي؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فأول شيء تتذكر الموت، والموت ده لما نيجي فيه ثلاثة مصائب: المصيبة الأولى رؤية الملائكة، انت ما في الدنيا دي ما شفت ملائكة بعينك، لكن انت مؤمن انهم فيه، لكن قال لك في الموت
بتشوفوا عديل هذه النازلين وتشوفوا لك الموت يا وقف جم راسك وخاطب النفس او الروح يا ايتها النفس الطيبه او يا ايتها النفس الطيب او يا ايت والاخرى يا ايتها النفس الخبيثه كما في مسند الامام احمد وفي سنن الترمذي من روايه البراء بن عازب رضي الله عنه. فاول شيء بتشوف ملائكه نازلين هذه العديل قدامك جو دي مساله. فكيف رب العزه والجلال قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. المساله الثانيه شده السكرات، الموت ده فيه نزع ومؤلم جدا زي ما سمعنا قراءه الامام وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد تفير وتهرب، هزول جاع طوالي يجر دار ياكل خايف يموت، عطش طوالي دار يشرب، دا مرض ماشي للدكتور بجاي الزلط بتلفت يمين شمال وخايف يموت، ودي حاجة طبيعية ما فيها اثنين ثلاثة. لكن في النهاية لما يجيك الموت ده فيه سكرات، والسكرات جمع سكرة، والسكرة ذهاب العقل. فكذي في الموت الزول عقله ما بكون معه، بيتكلم بالشيء اللي كان بيعتقده في الدنيا والشيء اللي كان عايش عليه. فكان رب العزة والجلال قال في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. زول عمره كله ذنوب ومعاصي وبلاوي، واحد تاني صاحب طاعة واستقامة، ده المعقولة موتة واحدة؟ الأمر بيد الله في نهاية الأمر، أكيد تتفعل أعمال الخير من أجل أن يختم لك بها. دي مسألة سكرات الموت، الموت فيه نزع وفيه شدة. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال والآلام التي والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا. الزول انت شايفه هذا محتضر ونخرته بادية ميل وجبهته بادية الشدة ويعرق و إلى آخره، وبصره بعد شوية سواد يختفي يبقى بياض، بعد شايف انت هذا قدامك والزول لا بكورك لا كذي، لكن هو متألم ألم. قالك والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا. دي مسألة. شكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار قال له يا كعب صف لنا الموت. قال يا أمير المؤمنين هو مثل شجرة أو مثل غصن شجرة في جوف ابن آدم، عود دخله جوا بطن الزول، ما من عرق ولا مفصل إلا وشوكة معلقة به، وكأن رجلا شديد الذراعين يجتذبها فهو يعالجها. يعني ألم شديد. عشان كذا بعض العلماء علق قال بعضهم يتعجب إذا كان الموت فيه مثل هذا الألم لماذا لا يصيح الميت؟ فقال بعضهم لأن الذي يصيح ويصرخ هذا تألم في جانب من جسده وبقيت له قوة يصيح بها، ضرب جنبه في كراعه لكن صوته لسه عنده قوة شنو يكورك بها. لكن قال لك في الموت ما في قوة ذاته تصرخ بها، لو في قوة كان سمعت الأمة دي جت الناس كلها، لكن زول في ألم وفي شدة وفي خوف. عشان كده الداهية الثالثة قالوا سماع البشرى إما بالخير وإما بالشر. الموت ده من الموت أنت بتعرف نفسك ماشي للخير ولا للشر، براك بيظهر لك أشياء يعني تعرف إنه علامات إنك ماشي للخير ولا ماشي للشر. مجرد ما جو الملائكة في صورة حسنة وصورة طيبة ويقفوا عن يمين العبد كما جاء في الحديث وينزل ملك الموت فيقف عند رأسه وينادي يا أيتها النفس الطيبة
لخروجه إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج كالماء من فيه السقاء، فما تدعوى ملائكة الرحمة في يد ملك الموت طرفة عين حتى تأخذها فتغمسها في ذلك الحنوط، عندهم حنوط، فيخرج منها كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض، ثم يعرج بها إلى السماء، إلى آخر الحديث. وفي المقابل ذاك يجوا ملائكة العذاب ويرى الشر، يرى أنه مأخوذ إلى شر وإلى عذاب. عشان كذا السلف كانوا يخافون يعني من تلك اللحظات أشد الخوف، أشد الخوف. واحد من السلف اسمه عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان، عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عن جده، ده ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، قال كان يشتري البيت من الرقيق. الناس زمان اللي بيبيعون ويشترون، قال لك بيشتري بيت كامل ثم يأمر بهم فيغتسلون ويدهنون، قال ثم يقول اذهبوا فأنتم عتقاء أستعين بكم على غمرات الموت، يعتقني يقول بعدين للموت. قال ابن الجوزي فمات بعد أن صلى الفجر ومكث في مصلاه يذكر الله تعالى في المسجد، ثم لما طلعت الشمس وارتفعت قام يصلي السبحة، السبحة يعني الضحى، قام يصلي السبحة فسقط ميتا فخر ساجدا فمات في سجوده رحمه الله. ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، كانوا بخافوا من اللحظات دي. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بكى في مرضه الذي مات فيه، فقيل ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أما إني ما أبكي على دنياكم هذه، الدنيا دي ما باكي لها، ولكن لبعد سفري، سفر بعيد وقلة زادي حسناتي. قال شوية أبو هريرة رضي الله عنه، قال حسناتي شوية والسفر بعيد، قال ولكن لبعد سفري وقلة زادي وأني أصبحت في صعود مهبط ولا أدري أيؤخذ بي إلى الجنة أو أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار رضي الله عنه. ومعاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي حكم المسلمين 40 سنة يحكم فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالعدل رضي الله عنه، فقال لك لما جاء الموت بكى وقال لأهلي أقعدوني فأقعد، كبر في السن، قال لهم قاعدوني قعدوا، ثم رفع يديه فقال يا معاوية تذكر ربك عند الهرم؟ أما كان ذلك وغض الشباب نضر الريان؟ ثم بكى وقال اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي رضي الله عنه. وده كله من التواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى. فقال لك اللحظات ديك صعبة جدا، لحظات الموت والنزل، والزول بيجتمع عليه ألمان، ألم الجسد والهم، يعني هو في جسده في ألم، روحه مارقة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وكمان بيتألم ألم تاني إنه شايل هم، الزول لا يفتح له باب الآخرة وما في طريقة رجعة تاني، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال لا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكل شايل هم، أها قدام الله قبل حسناتي ولا ما قبل، السيئات دي الله بيسيئ بيهلكني بيعذبني ولا بيتجاوز عني، القبر ده ضيقة هل بيحصل فيه شنو، بعدين يوم القيامة الخوف هل بيحصل شنو، والصراط بعدين بنجو ولا بهلك، هل أنا ظلمت لي ذول في الدنيا، هل 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 هل، يكون شايل هم تقيل جدا في الموت والله. عشان كي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وأتي بماء بلبن فشرب منه
فخرج من بين الجرح مرق ببطنه بالدم، فعلم أنه سيموت أو أن أجله اقترب. قال: اذهبوا فانظروا من الطاعن. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع قال: أبشر يا أمير المؤمنين، فإن الذي طعنك هو أبو لؤلؤ المجوسي عبد المغيرة ابن شعبة، وقد طعن معك 13 من المسلمين ما بين جريح وقتيل. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل لقاتلي سجدة يحاج له بها عند الله سبحانه وتعالى، يعني ذو المجوسي. ثم قال له ابن عباس: أبشر، فوالله إن إسلامك لعز وإن ولايتك لعدل. انت اول شيء لما اسلمت كذا كان عز، وبعدين لما بقيت والي كنت عادل. ابشر ساي، قال والناس دي برا، قال له والناس في الخارج يفدونك بامهاتهم وابائهم. قال: اتشهد بهذا امام الله يا ابن عباس؟ قال عبد الله بن الزبير: فتلكى ابن عباس. فقال علي بن ابي طالب: نشهد بهذا امام الله. قال ثم بكى وقال لعبد الله بن عمر: ضع وجهي على التراب. قال فلم يعبأ بها. فقال له الثانية والثالثة، قال فوضعت وجهه على التراب فرأيت الطين في عينيه من البكاء، ثم قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت ورقة تعضد، يا ويل عمر وأم عمر إن لم يتجاوز الله عنه. ثم قال: إن أنا مت فاذهبوا بي إلى عائشة، فإن أذنت أن أدفن بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فالنازل كانوا بيتألموا في الموت وكان فيه شدة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري قال لفاطمة رضي الله عنها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، يعني داخل آخر كرب اللي بيكون في الموت. عشان كده زول يستعد للحظات دي ويستعد بالتذكر، واحد كما ذكرنا، اثنين، ثلاثة، آخر مسألتين بالتوبة والتوحيد. الزول يتوب لأن الذنوب دي سبب لسوء الخاتم، والله الذي لا إله غيره، زي ما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال لك لو شفت زول طوالي بيعصي في الله وبدل الله يعذبه في الدنيا ولا يبتليه بيفتح له في الدنيا، زي ناس كتار سين الله من رحم الله تعالى، والله تلقى بالليل في الحفلة بدل يمشي ينوم جيعان تلقاه لقى العشاء جاهز ما فيش بالبيت، ينوم بالصبح بدل يصحى تعبان يصحى يحط له الشاي قدامه، اركب الهايز يشغل في الغنى والعربية يشغل في الغنى، بدل يعمل حادث الله يحفظه تلقاه في الزحمة الله يمره، وهكذا كلما عصى الله فتح له من الدنيا، يعصي في الله والله يفتح له. لما نغفل خلاص يطمئن. قال: إذا رأيت الله، والله أنا ما في حديث في السنة هل قريت من أول لآخرة خوفني زي الحديثة، والله الذي رفع السماء. لا، قال لك: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، استدرج فيه. ثم تلا رسول قال آية عجيبة صلى الله عليه وسلم وهي من سورة الأنعام: ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الماوردي: أخذناهم بغتة فإذا هم فجأة، بغتة يعني فجأة، فإذا هم مبلسون. قال الماوردي: أي متحسرون نادمون يائسون من رحمة الله تعالى. يموت يائس من رحمة الله، عشان كده الشيطان سموه إبليس من الإبلاس، وهو اليأس من رحمة الله تعالى.
يموت سوء خاتم، يموت شر ميتا، لكن الزول الدارينيو يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة والأخيرة يكون على العقيدة الصحيحة. والله أي زول موحد عقيدته في الله صحيحة ويفعل الأوامر ويجتنب النواهي، الله وعده في القرآن قال لك بتجاوز عنك، وقال لك بعدين بتموت أحسن ميتا. والدليل في سورة فصلت، قال إن الذين قالوا ربنا الله، الناس ربنا الله سبحانه وتعالى، الزول بيعتر ما بقول يا شيخ فلان، بيقول يا الله عقيدته في الله بس. الزول بتروح منه حاجة ما بقول مش لفلان حوط لنا الرايحة وفلان الدجال بعرف لنا دي وين، ولا بعلقوا حجبات ولا بعلقوا للطفل كمون يعتقدوا بيدفع العين، كلها عقائد مخالفة للشريعة، ولا بحلفوا بغير الله سبحانه وتعالى، ولا بيطبحوا خايفين العمارة تتشقى وتتكسر يطبحوا للجن والشياطين، ولا العربية جديدة يطبحوا يلصقوا الدم في القزاز، كلها عقائد نسأل الله العافية. زول عقيدته في الله نظيفة ما بعرف إلا الله سبحانه وتعالى، في الدنيا دي بيلجأ لي الله. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، نزلوا عليه تتنزل عليهم الملائكة يعني في لحظات الموت، زي ما ذكر ابن كثير وابن جرير قال بعد القيام من القبور، قال ألا تخافوا يعني مما يستقبلكم، يعني قدامنا ما تخاف الله بيرحمك، ولا تحزنوا قال ابن كثير على ما خلفتم من الأموات والأولاد، ثاني دائرة أكثر من كيف، زول قدام أمنوه ألا تخافوا، ورا الأولاد خايف عليهم قال لك ولا تحزنوا الله يحفظهم، ثلاثة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يتغمدنا أجمعين برحمته، وأن يحسن ختامنا وأن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سور متقابلين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.